طيب الملف اللي موجود معانا دلوقتي، هقول بس مثل قبله كده بسيط قوي قبل ما اقول الموضوع بتاع الملف. يعني زمان كان في اديدس مضروب في السوق، ينزلوا كده يجيبوا ترنجات اديدس ب 20 جنيه و 30 جنيه، فاقول لك انت ازاي جايب اديدس ب 20 جنيه و 30 جنيه؟ وحتى كانوا بيبقوا قلبين الدي تقريبا، كان سوق ابيبس ولا ابيدس، مضروب مضروب، فالمضروب مضروب يعني، ما بس هو ارخص. طيب الناس ابتدت تنزل على السوشيال ميديا، وانا اعتقد انها لجان، لان هي مش هتنزل بالكتر ده غير لو دي لجان، دي لجان بتنزل، انه في الرياض عملوا اهرامات في الرياض، عباره عن ماكتات عاملين اهرامات، هما هناك عاملين ايه كل مدينه بطابع، يعني عاملين في البوليفارد كده ايه كل طابع لبلد، يعني شيء جميل جدا وشيء رائع جدا يعني. مش ده المهم، المهم ان اقول لك ايه، الاهرامات اهي واحنا مش محتاجين نروح مصر تاني، وام الدنيا خلاص بقت عندنا والكلام ده كله. لو شخص بعينه كتب كده هو حر، دي حريه شخصيه يكتب، ولكن لما تكون لجان ممنهجه بتكتب كده، لا هنا يبقى احنا نتكلم نقول يعني. هو يا جماعه بمنتهى البساطه كده، اولا هو انتم متضايقين ليه؟ احنا ناس عندنا حضاره 7000 سنه، فطبيعي جدا ان الناس تحاول تاخد حاجه من عندك، ده طبيعي، ما انت عندك حضاره وعندك اصول وناجح وبتتطور، ويعني بلد مش بلد عاديه يعني، فطبيعي ان الناس تحاول ان هي تقلدك، ده مش عيب ابدا. لكن لما يكون في الموضوع نوع من انواع ان حد عايز يقلل منك، وتحس ان اللي ورا الموضوع ده لجان ممنهجه عارفه هي بتعمل ايه، هنا بقى ايه، لا نتكلم. هو انا عايز بسيط جدا، هل ينفع نقارن حضاره 7000 سنه ب 7000 ثانيه؟ صعب، ما ينفعش ما ينفعش. وبعدين يعني يا الاهرامات دي اللي اتبنت من 7000 سنه ولسه واقفه على رجليها لحد دلوقتي، هو الاهرامات بس اصلا؟ هو انت عندك تلت اثار العالم اساسا في البلد دي، في بلدنا دي عندنا تلت اثار العالم، هي الاهرامات بس؟ فالمقارنه ضايقتنا كمصريين، او طريقه التقليل اللي حصلت في الموضوع ضايقتنا جامد، ولكن احنا عارفين طبعا اخواتنا السعوديين يعني احنا نحبهم ونعزهم، ولكن كان في بعض اللجان اللي بتكتب كلام ما يصحش، فايه بس حبينا ان احنا نرد. الناس اتضايقت ليه؟ لان هي حست ان في لجان ممنهجه هي اللي بتكتب الكلام ده، هو محدش يقدر ياخد مكانتنا، محدش يقدر ياخد حتى لو هو يعني هو اصل هو زي ما قلت لحضراتكم هو الاهرامات بس، طب وتلت اثار العالم واجمل محافظات في الدنيا واجمل سياحه في الدنيا واكمل شواطئ في الدنيا واجمل اثار في الدنيا واقدم اثار في الدنيا واقدم حضاره وتاريخ وثقافه في الدنيا، هتعمل ده ازاي؟ صعب يعني. مش كل حاجه بنقدر نعملها بالفلوس، مش كل حاجه نقدر ناخدها بالفلوس، الحضارة والتاريخ والمجد والثقافة والفن حضارة كبيرة جدا، ده مش ما يتحققش بالفلوس، ده تاريخ. موقع مصر الجغرافي وحضارتها وتقلها ده عمره ما هيتغير، وأظن بعد كل الأحداث اللي مرينا بيها كل حاجة أثبتت إن مصر رائدة في كل شيء، مهما حصل، مهما كان عندنا مشاكل اقتصادية، مهما واجهنا مشاكل، دي حاجة مش هتتغير، مصر بلد رائدة في كل شيء، مصر عندها حضارة وعندها تاريخ مهما أي حد عمل مش هيعرف يعمل زيه، خلاص. فبس حبينا نرد.